في مطبخها المنزلي في موسكو تنكب تاتيانا على تحضير جبنة الموتزاريلا. بدأ الحليب بالتخثر، هذا مؤشر جيد. الأجبان الفرنسية والإيطالية لم تعد متوفرة في السوق الروسية منذ الحظر الذي فرضته موسكو العام الماضي على السلع الغذائية الغربية، لذا قررت تاتيانا أن تأخذ الأمور على عاتقها. أحضر الجبنة بنفسي لأن أنواعها باتت محدودة في المتاجر، كذلك أرغب في محاولة تحضير الجبنة الخاصة وهي تجربة جديدة بالنسبة لي. الأجبان المنزلية صحية وطيبة المذاق. الحظر الغذائي الروسي ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية دفع بالروس إلى اللجوء إلى مواقع الإنترنت ومراكز متخصصة لتعلم تحضير الأجبان في المنزل. وهذه الشركة الناشئة في موسكو تبيع لوازم تصنيع الجبنة في مقابل 35 يورو تقريبا. نقدم راهنا 4 أقطم من أدوات إنتاج الأجبان، لكننا سنعرض قريبا تشكيلة أوسع ستشمل معدات أكثر تطورا تسمح بتحضير أجبان من نوع كامومبير وفيتا. وكانت المصانع في أيام الاتحاد السوفيتي تبيع بالتجزئة قوالب أجبان لا طعم لها، بقيت توزع في كل أنحاء الاتحاد حتى مطلع تسعينات القرن الماضي. وفي العام 2013 استوردت روسيا 500,000 طن من الأجبان الأوروبية بحسب اتحاد منتجي الأجبان والألبان، ولتعويض هذا النقص تراهن السلطات على الإنتاج المحلي. وقد ارتفع إنتاج الجبنة الروسية هذا العام بنسبة 25% مع اختلاف في النوعية. المشكلة تكمن في قلة المنتجين المتخصصين في الأجبان في روسيا وندرة الحليب العالي الجودة، وهذا ما يفسر أيضا النمو السريع لمشاريع إنتاج الأجبان المنزلية. ويبدو أن هذه المشاريع ستزدهر أكثر في المستقبل القريب مع عدم تحديد أي موعد لرفع الحظر الغذائي.